بجدد تحيه حضراتكم مره ثانيه، وخلينا بقى نروح للرضا اللي موجود عن التحكيم في هذه البطوله، الحالات التحكيميه والمنتخبات المشاركه كلها. هناك حاله من الرضا للاداء التحكيمي في البطوله لحد دلوقتي، بيقدم مستوى طيب جدا، عشان هناك لحد ما خلينا نقول تركيز عالي جدا من الحكام اللي موجودين، عشان كده ما شفناش اي ازمات او ما حسيناش باي ازمات او مشاكل خاصه بالاداء التحكيمي بعد نهايه كل مباراه في الجوله الاولى للدور الاول. البطوله طبعا بشكل او باخر فيها تقنيه الفيديو بروف اللي اول مره بتظهر بشكل جديد في هذه البطوله، بتسهل كتير جدا على التحكيم، وعامه كمان بتنهي حاله الجدل اللي في اي موقف تحكيمي او في شك. لكن والدور الاول الخاص بالحكام كلها ممتازين بشكل كبير جدا وبشهاده جميع المنتخبات في هذه البطوله. الاتحاد الدولي اسند مهمه التحكيم في هذه البطوله الى 19 طاقم تحكيمي، وطبعا زي ما احنا عارفين ان طبعا عدد كبير جدا من الحكام في هذه البطوله لاول مره بتقام ب 32 منتخب مش ب 24 منتخب زي ما احنا عارفين.